لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. شيماء عيسى منطلق القضية كان على إثر وشاية من وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين. شهدت القيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 في تصريح لحقائق من أمام المحكمة العسكرية أن منطلق القضية كان في نهاية شهر ديسمبر المنقضى على إثر وشاية من وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، حيث أقدم على إرسال شكاية على شاكرة وشاية إلى وزير الدفاع الوطني على حد تعبيرها. وتابعت شيماء عيسى أن محتوى الشكاية كان حول قيامها بتصريح إذاعي، ويستغرب البعض من عدم تحرك النيابة العسكرية عقب هذا التصريح، هذا بالإضافة إلى قضية التأمر على أمن الدولة مواصلة التتبعات التي تشملني ليست تتبعات تلقائية من النيابة العمومية العسكرية، وإنما إثر شكاية معتبرة إنه من وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين الذي قدم استقالته منذ أكثر من سنة بسبب وفاة زوجته، حيث قالت شيماء عيسى إنها مثلت مجددا على القضاء العسكري بعد إطلاق سراحها من السجن. وجاء في بلاغ هيئة الدفاع أن شيماء عيسى ستمثل أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الإدارية الدائمة بتونس لمحاكمتها على خلفية تعبيرها على آرائها ومواقفها السياسية، وإنها واجهت لها إثر هذه التصريحات تهم خطيرة كارتكاب جرائم تحريض ضد العسكريين على عدم طاعة الأوامر وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام التونسي.